كيف تحيي الجمهور؟ لا أحب هذه السلالم. Mm-hmm.
الفائز بالبطولة. دخل الفريقان إلى الملعب ولم يبقى. بدأت المباراة. يترقب الجميع بلهفة. يحتفظ فريقنا بالكرة ويراوغ بمهارة. يمرر اللاعبون الكرة فيما بينهم وهم يقتربون من المرمى. يتهيأ اللاعب للتسديد. تصطدم الكرة بالعارضة ويلتقطها حق. سيداتي مساء الخير ومرحبا بكن في حلقة جديدة من برنامجنا. سنتحدث اليوم عن طرائق تخفيف التجاعيد بالبشرة. التجاعيد؟ اكتشف العلماء أن المستحضرات التي تحوي خلاصة الفواكه تساعد على التخلص من التجاعيد التي تحيط بالعين. لذا ننصحك سيدتي باستخدام هذه المستحضرات، ولا تنسي قناع العسل لشد البشرة، كما أن شرب كوب من الكاكاو الساخن ينشط الدورة الدموية في أوردة الوجه. تجنب التفكير فيما يوترك وخصصي وقتا للاسترخاء. وفي إمكانك تنشق الهواء وممارسة التمرينات الرياضية كاللعب بالكرة، فالرياضة ستفتح مسامات البشرة. ولا تنسي تمرينات التنفس. خذي نفسا عميقا ومدي يديك ثم أخرجي النفس ببطء شديد، ولكن تذكري هذه الحلول ليست جذرية، وأن عليك أن تتقبلي التجاعيد. الحل عني؟ قد يزيد الإجهاد والتوتر من ظهور التجاعيد، لذا عليك سيدتي الابتعاد عن كل ما يزعجك ويسبب لك الإجهاد. هات 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 ياي؟ ها؟ أذهب إلى الغابة؟ وإن ظهر ذئب؟ أجرب. تمام التمام. هيا أسري. بسيطة، سأشكوك إلى الدم. المباراة. لم يتوقع أحد أن يحدث ما حدث في الشوط الأول، فطرد اللاعب كان قرارا مجحفا اتخذه الحكم. دخل اللاعبون الملعب الآن. اقترب الشوط الإضافي من لحظاته الأخيرة. سأهاتف الدق. يحاول هداف منتخبنا إحراز هدف في آخر لحظة. والآن سأهاتف الدق. يتخطى الهدف دفاع الخصم. سأدبدب الهاتف. ولم يبقى أمام هدفنا سوى حارس المرمى. والآن أرى. هدف.
كنت ألعب. أشياء أجمل من هذه. We'll be right back.
هذا بسيط.
والدتي لطيفة. يحب الأطفال الرسم والتلوين، إنه جمال
التكوين نرسم الأحلام في خط ولون على ورق أبيض نختصر الكون انظروا من حولكم فيأتيكم الإلهام ابحثوا عن الجمال وارسموه بانسجام فاللوحات العظيمة متعة للناظرين تبعث الدفء في القلب تطفي نورا في هذه العينين ألوان الأشجار من كل الأطياف أحمر برتقالي أو أزرق جاف استعمل خيالك فأنت موهوب لون كل العالم يا فنان المحبوب انظروا من حولكم فيأتيكم الإلهام ابحثوا عن الجمال وارسموه بانسجام فاللوحات العظيمة متعة للناظرين تبعث الدفء في القلب تطفي نورا في هذه العينين إبداعنا يا جمال لك لوحة ملونة نسينا أن نلونك أنت أيضا تعال 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 عجباً عجباً وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن 1 2 3 4 رسوم متحركة سأضغط على الميكروفون سأقول ما شاء والدب الأمر بسيط جداً والآن حاول فعلاً